هذا وان دل على شيء بيدل ان الجماعه دولت هؤلاء الشباب المستهترين دولت عمرهم ما يكونوا بني ادمين. دولت دولت يعني الفعل اللي عمل ده اللي حصل ده ما يعملوش يهودي، ما يعملوش اسرائيلي للاسف. وبالتالي انا اطالب السلطات المصريه ان تاخد الموضوع بمنتهى الجديه. الرد بتاع السلطات المصريه والرد بتاع وزيره الهجره الدكتوره نبيله مكرم والرد بتاع وزاره الخارجيه انا اعتبره انه رد مايع، رد لا يتناسب مع الجرم والجريمه اللي حصلت. كما اناشد ومش مناشده، اطالب السلطات الكويتيه والحكومه الكويتيه بتحديد جلسه عاجله ان كان قبض على المتهم او وباقي المتهمين. واذا لم يحدث هذا الامر فسوف يكون في رد فعل شعبي، مش على مستوى الحكومه المصريه بل على مستوى الشعب المصري، لان الاهانات ديت متكرره مش في الكويت بس، دي في جميع دول الخليج. لسه هنتذكر الموضوع حضرتك، الموضوع بتاع الشاب الاردن المصري اللي كان بيعمل في الاردن من حوالي 20 يوم وتعدى عليه بالضرب والاهانه. هذا الموضوع بيتكرر بصفه عامه. السفاره المصريه كان ليها دور اي حاجه؟ السفاره المصريه في دوله الكويت وفي دول الخليج عموما سفارات مغيبه، سفارات مغيبه ما بتعملش ولا ليها اي رد فعل. لو الموضوع ده حصل، لو الموضوع التعدي ده حصل مع واحد كويتي هنا في القاهره، مجرد تعدي بسيط من مصر على كويتي، تعدي بسيط بالشتيمه فقط مثلا مش بالضرب او القتل، كانت الدنيا قامت. ولكن هيهات الفرق بين الكويتي والمصري.